مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان هنتكلم في زي قبل ما نطلع فاصل ذكرنا وقلنا هنعرف قصة أحمد. دلوقتي أحمد معانا هو في الاستوديو. ازيك يا أحمد؟ عامل ايه؟ تمام. سنة كام يا أحمد؟ رابعة. رابعة. طيب أحمد، أنا شفتك عند دكتور محمد في المركز وانت لسه تعبان قوي، والزيارة التانية لقيتك بتمشي كويس جدا جدا. عايز أعرف منك بقى ايه اللي حصل معاك، وكان عندك ايه، تشتكي بايه في الاول خالص قبل ما تروح لدكتور محمد؟ الاول كنت اجي اقعد الاقي الالم في رجلي مش طايقه، اجي انام الاقي الالم في رجلي مش طايقه، انام حبة لحد الفجر اقوم الاقي الالم شكيك، اقوم اعيط لوحدي يا حبيبي، بس مش راضي اقول لابويا عشان بيزعل. طب بعد ما حسيت بالألم الكتير ده اكيد بقى قلت لبابا او لماما. طيب قلت ودوك ابويا فين شاف، بقى؟ ودوك كشفت فين ولا عملت ايه؟ ودوني المحله ومنصوره وكده واسكندريه، واروح لاي دكتور يقول لي عايز عمليه وجهاز ومسامير، اروح لكام عمليه وجهاز جهاز ومسامير. ومسامير. اي دكتور قال لك كده؟ سواء بقى في المحله اي مكان رحته، اي مكان اقول له عايز، ما هو بيقول لي بقى عايز عملية وجهاز ومسامير. طيب أنا عايزة أشوف الصور دي أو نوريها للسادة المشاهدين. يا أحمد هتظهر معانا على الشاشة دلوقتي الصور بتاعتك، وبعد كده نتكلم على الهوا. هي تمام معانا؟ دي صورة أحمد الدكتور. دي صورة أحمد. طبعا أبوه راسلني على النت وشاف الموضوع بتاع النت قبل التسجيلات دي خالص، شافها على النت. فلقيته بيكلمني واتصل عليا، ولقيته بعت لي بعض الاشاعات بتاعته، بعت لي اشاعاته على الواتس. بعت الاشاعات، طبعا الاشاعه هنا طبعا الحوض في مقلوب، العمود فيه سكلوز عالي جدا. تمام، لدرجه ان المشكله عنده بقى انحناء جانبي او جنف جامد جدا في العمود وغضروف في القطنيه، يعني طالما العمود بقى بالطريقه ديت هيحرك الفقره القطنيه، هيحرك الفقره القطنيه خلاص، يتخرج الغضروف في مكانه، يمسك العصب زي ما قال احمد كده. يعني انا طبعا عشان هو بس الكاميرا، احمد طبعا لما قعدت احكي معاه كانت مشكلته مأساوية جدا. الالم كان بيزيد عليه بطريقه جامده جدا في الساعه البيولوجيه اللي احنا شرحناها في اول الحلقه. تمام، لما كان يحس بالالم بقول بعده عيط لوحدي، محدش قدي، يعني مشكلته عاليه محدش حاسس بيه، ويقول انا ما كنتش مثلا اقول لابويا عشان ما يزعلش، عشان ابوه ما يزعلش، لان طبعا قلب اب. اكيد طبعا. وبعدين فكان يقعد يحكي لي بقى يا احمد عملت ايه بقى؟ مين اللي وداك لدكتور محمد او مين اللي عرفكم بيه؟ شفناه على النت. شفت الدكتور محمد على النت فرحتوا له. انت مش من البلد من عنده؟ لا. شفت الدكتور محمد ورحتوا بقى عنده. طيب دكتور محمد، لما انت رحت له بالحاله الجامده دي والتعب الشديد قوي ده، شاف طبعا الاشعاعات بتاعك والكلام اللي قاله لك، وانت حكيت له بقى انت او بابا عن اللي انت فيه كله، طيب بدا يتعامل معاك ازاي؟ بقى يصورني ومشيني وشوف ماشي عدل، عمل لك جلسات يا احمد؟ حط له برنامج، برنامج كامل، وعمل لي جلسات كل يوم. طبعا بياخد بعد كده خلصت وبقت حلو. يعني اخدت الجلسات بتاعتك وبعديها بقيت كويس. طب احمد انا عايزه اشوف بقى ماشيك كده عشان يبقى الكلام كده صحيح. لا الحمد لله، يعني لو انا الصوره حتى لو جات اتفضل كده قوم معايا احمد وريني وريني ماشي. لا يجري يجري خلاص، جاري ما عادش في حاجه خالص، اجري يا احمد، اجري اجري اجري، خدها جري، خدها جري كده زي طارق. ايوه هي اجري ما شاء اجري، حرك ما شاء الله حرك جدع، ما شاء الله اجري كمان كمان كمان، جامد جامد، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، زي الفل، ما عادش في حاجه. ده احمد بقى اللي كان قدامنا تعبان، والفيديو وظهره والدنيا دي كلها ما شاء الله يا احمد. طبعا حبيبي انت مبسوط بقى دلوقتي ان كان عنده رجله قصيره ورجله طويله. يعني كانت في مشكله ان عنده رجل قصيره عن رجل حوالي 3 او من 3 ل 4 سم. وكانت المشكله ان كل التوصيف بتاعه مش كده يا احمد؟ عايزين يعملوا له لمغزه يعني حذاء، لا حذاء الاول وتحت عشان يبدا يتناسب مع بعض. قال لك ايه الدكتور يا احمد لما رحت له عايز يعمل معاك ايه؟ يوم جايب جزمه واسعه، ام دخل لي
بص اهوت رجله شفت الاشعه دي؟ بص يا دكتور فعلا الاشعه بتاعته اهيت على الهواء معانا. طبعا الرجل دي ساقطه عندي. ايوه تمام؟ ايوه واضحه جدا. فبقت رجل طويله ورجل قصيره. هي المشكله مش في الطول. شفت يا احمد انت كنت عامل ازاي؟ الحوض نفسه هو اللي انقلب. الحوض نفسه هو اللي انقلب. في مشكله خطيره بقى جدا في النقطه بتاع احمد دي. شوف بس الاشعه دي واحده. المشكله ان راس العظمه بتاعه الفخذ خرجت من مكانها. تمام؟ عشان تديني مدى. ايوه خلاص؟ فبقت اطول من الثانيه، والثانيه خلاص قصرت، بقى في واحده طويله وواحده قصيره. رجل طويله ورجل قصيره. المشكله ان هو طبعا احمد بيقول لي كانوا بيركبوا له جهاز. الجهاز عايز يشد القصيره يطولها. تمام؟ لو احنا جينا بقى في عمليه تاهيل لاحمد وعدلنا الحوض، ما انت خدت من اللوح الكردوسي او فترات النمو وطولت انت السليمه، فبقت السليمه اطول. تمام؟ هنيجي نطول الثانيه اللي تعبانه نطولها كرخله. طب المشكله طب هنطول الاثنين نخليهم ثاني قبل بعض او مسافه واحده. تمام؟ في مشكله ان الساق عنده هيبقى مشكلته بقى اطول، او فيه مفيش تناسق ما بين الجذع والساق، بقى المشكله اطول واعلى. أكي. تمام؟ بقى احمد يعتبر ايه؟ الموضوع بتاعه اتدمر، بمعنى ان اللي عند رجليها طولت طبعا في جراحه. والسن ده زي ده لو نعمل له جراحه ومسامير مشكله جدا طبعا، كده هتعجز لان هو ده في فترات نمو. لا اكيد فهيجي بعد كده النمو بتاعه يلف العمود اكتر. يعني يلف اكتر معاه. معانا الاستاذ علي دكتور محمد من الغربيه. هناخد تليفونه. ايوه استاذ علي اتفضل معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. صحه والجمال. الله يبارك فيك. اتفضل اتواصل مع الدكتور ممكن؟ اتفضل يا استاذ علي اتفضل. السلام عليكم. عارف معاك حضرتك عارف الراج كوتانا بسيون غربيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنش خالد. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك دكتور. اتفضل معاك. معاك الدكتور محمد. معاك الدكتور يا استاذ علي. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا استاذ علي. الله يا دكتور. الله يبارك في حضرتك. ربنا يبارك لنا فيك. وشايفين الطفل الجميل على الهواء هو بسم الله ما شاء الله بيمشي على رجله. الله يبارك فيك. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. لا توفيق من ربنا والله. والله يا فندم بس كنت عايز اشكرك بس كمان على مساهمتك في علاج الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصه. الله يبارك فيك. ده يعني على راسنا. ده احنا بنعيش جوه دول. احنا عيشتنا كلها جوه الناس اللي هي على اللي هم الغلابه اللي على قد حالهم دول. احنا انا عن نفسي حقيقي انا بتمتع بيهم. يعني عشت في وسطهم احسن. يعني انا جالي سفر كتير الخارج، لا انا عشت في وسطهم بالدنيا كلها. اكيد طبعا. أكيد. ربنا يكرمك يا دكتور. الله يبارك فيك. متشكرين. متشكرين. بس حبيت اتشرف بس ان انا اسمع صوتك واشكر حضرتك والله. الله يبارك فيك. متشكرين. بشكر حضرتك على كمان اهتمامك بدايرتك، وكنت مع حضرتك امبارح وشوف فرحه الناس بحضرتك. الله يبارك فيك. والناس فرحانه بحضرتك. متشكرين. الف شكر. وندعو ربنا ان شاء الله تكون عضو لنا في البرنامج ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. متشكرين. متشكرين يا استاذ علي. متشكرين. شكرا يا استاذ علي على تواصل. دكتور محمد، يعني مش عايزه اقول ان انا عايزه اختم البرنامج، لا ده انا يعني مبسوطه يعني، والساده المشاهدين تدخلاتهم التليفون كده. فاحنا دلوقتي بقى هنتنقل لنقطه تانية خالص خالص بعيد طبعا عن مجال التاهيل والطب والكلام ده. حاجه انا لمستها بنفسي وعايزه اعرفها من حضرتك. الدائرة الانتخابية اللي حضرتك مرشح نفسك فيها دي، طبعا أنا عايزة أعرف حضرتك إزاي موفق ما بين القصة الكبيرة الطبية والمركز والزحام اللي فيه والشغل الكتير اللي فيه، وبين الانتخابات ونزولها. وطبعا أنت عارف حضرتك إنها يعني حاجة مؤرقة جدا لأي حد منتخب. فحضرتك إزاي موفق لنا بين هنا وهنا؟ أو الفكرة جات لحضرتك إزاي إن أنت تبقى مشغول جدا بالعالم بتاعك الطبي ده والناس دي كلها وكده؟ دي حاجة أنا مش هسأل حضرتك عليها قبل ما أقول لك في جملة اتقالت لي جميلة جدا جدا في البلد عند حضرتك. دكتور محمد يعني بيقولوا عليه مش بيساعد او بيعمل حاجه، لا ده بيقولوا جمله كده غريبه جدا اللي هي اهل البلد انسان جابر الخواطر. الله يبارك فيك. ما اقدرش اقولها. ما اقدرش اقولها. هم قالوها لي لله عز وجل. هم قالوها لي بيجبر الخواطر. يعني ايه بيجبر الخواطر؟ يعني ايه يا جماعه بيعمل ايه؟ يعني دكتور محمد قال اولا الحاجه اللي تتعمل لله ما بتتقالش في المجال عنده طبعاً في المركز عنده. طبعا انا ما بحبهاش اصلا.
مش عايزه نقول لحضرتك بيعمل معانا ايه. قلت لهم وبعد كده قالوا لي عشان يدخل البرنامج الانتخابي هو دخل الاول جوه الناس وعرف مشاكل البلد كلها الاول وبعد كده رشح نفسه. فدي حاجه جميله جدا يا دكتور. انا بقى عايزه حضرتك تكلمني عن الموضوع ده والبروجرام الانتخابي بتاع حضرتك هيمشي ازاي. انا هقول لحضرتك حاجه بس في النقطه دي. انا بصفتي بين الناس وعندي من جميع الطوائف. تمام. لو قسمنا الطبقات هتلاقي الطبقه الدنيا عندي اللي هي الناس اللي هم اللي على قد حالهم. الناس اللي ربنا يبارك فيهم. تمام. دي طبقه دنيا. والطبقه الوسطى والطبقه العليا عندي من دي وعندي من دي وعندي من دي. كون ان بجمع بس ما بين الطبقات دي في شغلي في عملي المهني اللي هو الصحي. تمام. فبقدر الم مشاكل الناس دي. تمام. اكيد. فانا ما بين المجموعات دي واخرج ببرنامج المفروض صح ان انا لازم اطلع برنامج ما بين المجموعات ديت لان احنا لو ما اشتغلناش في وسطهم وعرفنا مشاكل الناس. أكيد. يعني احنا عندنا مثلا مشاكل الفلاح. بتبقى عندي تلاقي واحد جاي مثلا من ما معهوش فلوس اصلا يعالج يحاسب على الجلسه. أيوة. تمام. لكن اصل عندي مؤاخذه الغيط باظ. تمام. باظ من ايه؟ ما معهوش. خلاص. فاثر عليا انا كمان كمعالج ليه. تمام. الراجل اللي هو المدرس، الراجل اللي هو المهني، الراجل الصنايعي. تمام. أيوة. فلابد التوفيق ما بين بيجي لك الشباب. الشباب طبعا طبعا الواحد بيشوف قاعده كبيره جدا من الشباب تعبانه ومريضه. شباب. تمام. فالنقطه دي كلها على بعضها كده التوتال بتاعها كلها لابد كلها حلول. اكيد طبعا. الفتره اللي احنا فيها بقت فتره صعبه جدا. فتره الكل الناس بتعاني منها. تمام. لابد يكون لها حلول. فده اللي شجعني والناس اللي شجعوني وحبايبي واهلي اللي شجعوني ان انا اخش او اخوض المرحله دي بحيث ان انت طالما انت حضرتك تحل مشكله الغضروف بالطريقه البسيطه دي اكيد عندك حلول للناس الكادحه للطبقه الدنيا دي. دي دي اللي مدخلان الانتخابات. انا سمعته فعلا والله حقيقي. احنا بننتخب مش الدكتور محمد سوري في التعبير قالوها محمد الرفاعي الانسان مش الطبيب. دي كلمه هزتني انا شخصيا من جوه والله. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه بصراحه. اللي يعني بيعمل العمل لله يصل للقلوب طبعا. أكيد. اذا عمله للشهره اكيد طبعا وعشان الناس تعرفه لا ما ينفعش. اكيد مش هيوصل لقلب حد لان الله عز وجل هو اللي بيألف القلوب. اكيد. لو ان الانسان اتصف بهذه الصفة وربنا يجعلنا من جابرين خواطر الناس. أمين يا رب. لأن هم كل الناس على راس وعليهم كل الجبر خاطر عندي. أمين. وأنا عمري في حياتي ما زعلت حد الحمد لله رب. لا معاه ولا ما معهوش عمري في حياتي ما زعلت حد. لكن أنا كبرنامج نفسه أنا عندي أربع مشاكل أساسيين ما يستغنوش عن بعض لو إحنا اتكلمنا على برنامج. وطبعا الموضوع كبير في البرنامج ولكن أربع مشاكل رؤوس. اللي هو عندي التعليم. أيوة. ده مشكلة كبيرة جدا. تمام. الصحة. أيوة. مشكلة أكبر منها. الفلاح مشكلة أكبر. احنا كلنا بنشتغل على الفلاح على فكرة. طبعا طبعا. الفلاح لو اتحرك الدنيا كلها بتتحرك وراه. أكيد. الفلاح لو وقف الدنيا هتقف. الدنيا كلها بتقف وراه. صح صح. عند الصحة الناس بقت في مشكلة. لا في الصحة قوانين تعبانة. التعليم قوانين تعبانة. المدرس والدروس الخصوصيه والمدرس راح فين؟ المدرس على اساس 2014. الاربع نقط اللي حضرتك ذكرتهم يا دكتور هم دول اساس البروجرام الانتخابي بتاع حضرتك وده اللي انا فهمته دلوقتي حالا. وده شيء جميل جدا جدا وان شاء الله باذن الله يعني عايز اقول لحضرتك بالتوفيق. انا اولا قبل ما نختم البرنامج لو قدامك حضرتك بس دقايق انا بشكر كل اهل دارين كل اهل الدايره اللي عندي. بتخص حد بالذكر؟ بخص طبعا اكيد في ناس طبعا لها في القلب حته. يعني عندي اخويا السيد وعبد الله ابني والشيخ علي والاهلي والحاج علي المغيني كنا امبارح في ضيافه الكابتن سعيد الفقي ده على راسي اهل الدلجامون كلك. بخص كتير جدا من اهلي من اهل بسيون. لا في ناس في القلب لها مكانه يعني. بص هقول لحضرتك على حاجه. الانسان او الصاحب ما يبانش حلاوه الزنقه طبعا طبعا. طالما الانسان محتاج انه يكبر بخاطره هتلاقي 100 واحد بيكبر بخاطره. أكيد. طبعا أكيد. انا مش عايز انسى ناس كتير ولكن انا ناس كتير جدا في الذاكره وعشان الوقت بتاع حضرتك انا لو قعدت اقول واعدد
من هنا لبعد 10 سنين قدام لما انا عندي على راسي البرنامج على راسي حكمنا. طبعا طبعا وان شاء الله باذن الله عندي الشيخ حسين ابو علام والحاج عوني كتير جدا ناس انا يعني الناس واقفه معايا ومن اهل قريه قارد انا من قريه كتامه نفسها ابن كتامه تمام طبعا اهل كتامه كلك بالاجماع بدون استثناء تمام واقفين في ضهري وبدوني عزيمه وبدوني قوه صاحب دلوقتي وشايفين صاحب واخ وصديق وجيل انا نشا جيل محترم جدا في كتامه ناشئ ناشئ بيقود مسيره خلي بال حضرتك لا جيل بيقود مسيره إن شاء الله. بعد عناء سنين يا دكتور لا 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 احنا كنا بنشكر العالم دي لا لا كل الشكر ده ما نقدرش باذن الله ما نقدرش نوفي للناس حقها طبعا خلي طبعاً. بالك عشان نشكر واحد كلمه الشكر شويه على الناس دي دكتور محمد انا يعني عايز اشكر حضرتك على الحلقه الجميله دي ربنا يبارك لك في عمرك التوفيق باذن الله والحلقه الجايه هنكمل موضوعنا برضو عن مشاكل غضروف احنا كده ما اتكلمناش عن الغضروف احنا انت خدتنا في الانتخابات وخلي بال حضرتك انا ما كنتش عايز اتكلم في الانتخابات لان انا بتكلم في مجال علمي لا 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 انا اللي فتحت الكلام ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم في باقي الغضروف برضو خصوصا غضروف الركبه ونبارك لحضرتك كلنا باذن الله وموفق يا دكتور ان شاء الله والله احنا في دايره مسيون احنا انا دايرتي عامه قبل ما اختم انا دايرتي بسيون وكفر الزيات ان شاء الله ان شاء الله عالم في منتهى الروعه عالم جميله عالم بتفهم عالم بتقدر الناس بالتوفيق خلي بال حضرتك المشكله ان في حاجه ان الانسان لما بيقدر واحد الانسان بيشيله على راسه سوق جبل خاطره بالتوفيق يعني الحاج عند الحاج ابراهيم واصل في الدلجمون حاجه بسم الله ما شاء الله الحاج عبد الفتاح يعني مجموعه كبيره جدا ان شاء الله بالتوفيق فالناس العالم عالم محترم وربنا يبارك في عمرهم بالتوفيق يا دكتور ان شاء الله ومبارك لحضرتك ان شاء الله المره الجايه على النجاح الله يبارك في حضرتك ربنا يبارك لك في عمركم مشاهدينا الكرام الى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله من برنامجكم حوار مع طبيب الى اللقاء